ياك لاباس جبوطاش خوها في دقه وحده وهادشي راه بزاف عليا. كيفاش علاش هازي البوطات؟ واش ما كاينش في هذا العالم؟ ترى طفات لي البوطه على الغدا، البوطه طفات، باغي نتغداو واش حنا ما ناكلوش؟ ونزيدك انا الاولى اللي غتعمر لي البوطه ديالي بلا ما نتحاكو. واه الراجل وراه فيا النوبة، انا خاصك تعمر لي البوطه. طفات لي على الدوش ما ندوش، انا نبقى نتسنى هاد البوطه امتى غتجيني الا عمرش عليا. نوض عمر لي البوطه راه واقفه عليها. يلا هاي 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 دويتي تتي تحلك الفم وليتي باغا تدوشي. انا الاولى اللي غتعمر لي البوطه ولا ما غيعجبك الحال، ولا داك التدواج ديالك غيولي كوميساريه وسبيطارات. انا ري اما انا هاد الغوت هذا ما انا تسارى حتى حاكر على بنتك مقموعه راه عندها مع النتيف، حتى هي عندها الحق تعمر البوطه ديالها. لا بنتك ضعيفه غني وني غنشوف كيف غندير هاد البوطه تنعمروهم ولبسها. لا 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 خطك عليا راجل عزيز مي كتفهمني. يلا نوض عمر ليا البوطه قبل نمشي وحدي للطلق. انا بديت كنتعصب تبربي وما تعمر ليا البوطه، تنشد هاد كوكليا غنطرطق غنشد هاد البوطه غنضربها لها على راسها. جوج كلمات قلتو وانت تياس غيره وما تحشميش تسكت من خطوه اللي مضربك بهاد البوطه الراس. واش مشيتي للسبيطار وبقيت تعصبي معاها؟ تهنينا الله يرحمك الوالدين ما كدير لنا صداع بجوج ما غيعمروا هاد البوطات هادو. انا دابا غندي نعمرهم اهنيوني. هاديك البوطه السلام عليكم. الله يا رب الله. الحمد لله الحمد لله يا سيدي ربي، واخا البوطة غلات السيد جيب جوج بوطات باغي يعمرهم. خويا جبوطات راه 5200. شناهو 5200؟ ماك معمرهم بليسانس ديال الطيارة. كتب عليا شي وقت واش كضحك معايا؟ كتب عليا كضحك معايا الشريف. ما كنضحك معاك ما والو، البوطة دايرة 2600، عندك الفلوس خودها، ما عندكش هز بوطشك وسير بحالاتك بلا ما تعصبني. راه الغاز كيجي من نيجيريا والمغاربة دايرين جعبة طويلة من المغرب لنيجيريا باش يعطوك انت البوطة. المهم نقولك جوج كلمات، خودها ولا سير بحالاتك. كنضحك معاك رانا معصب وطالع لي الدم، كلشي غلا كلشي تزاد، السلع شي كتخسر. اخويا انا واخا نجيبو الجعب من نيجيريا ولا النيجر، واخا نشريو الغاز من تماك، واخا يكونو دوزينو من السما، وما غاديرش 2600 ريال. خويا ما عندي ما ندير بهاد الغاز هذا، طيبه بالسومينه والكرطون والعود، عندي جوج عيالات 5200 من غنجيبها؟ ولا عندي الحل واحد، غندير لهم كومبا بيناتهم واللي ربحات غتعيش معايا. من ولات البوطه دايره 2600 كلشي نجيب جوج، هذا هو الحل اللي بان ليا. ملحانوش خلي عندك الكاس، كاينه السوميله والكرتون. الله يعاونك اخويا الله يسهل عليك. الصراحه السيده دبقى فيا بزاف، مجوج بجوج عيالات وباصلي وبنادم عنده امراه وحده ومغلوب باغي يطلقها. المحكمه دابا عامره مع كل شيء غلا، دانون غلا، ريبي غلا، عصير غلا، السكر غلا، الزيت غلا، البوطه غلات. مول الحانوت ما بقى عنده لا بيع لا شراء، الله يفرجها من عنده وصافي. اما السيده دابا بقى فيا جوج عيالات بزاف، ولكن قال غيدير لهم المصارعه
باينه غتربح هذيك الصحيحه، اما الضعيفه غتبقى فيا غتهز حويجه وساكو وتمشي دار بواها، الله يفرج عليها وصافي. اخر اخبار صمتوا لي بجوج، البوطه ولات دايره 2600، جوج بشحال؟ 5200. في الاول شرع عمرهم 1600، يدير 5200 خاصك تجيب 4 عيالات. نتوما عززنا عليا بزاف، وحده فيكم اللي غنصيفطها، غديروا حل بيناتكم، غتكومباو، اللي ربحات غتعيش معايا، غتبقى مرتي، واللي خسرات غتهز حويجها، غتمشي لدار باها. تفاهمنا؟ انا نحكم ليكم، يلا بينوا ليا. ياك سيدي ولينا كنقمرو، أهمني القضية فيها البوطة وحدة والقضية فيها مرة وحدة تبقى، مرحبا تعالي تشيلي لهنايا، تعالي تشيلي لهنا اليوم. تعالي هنا 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 هنا. المهم غنمشي للقهوة نتفرج، واللي غلبات دوز عندي، واللي خسرات ما تجيش من هنا، تهز حويجه وتمشي لدارهم. يلا قاتلو.